دكتور، احنا داخلين على المدارس، كل موسم سنة وانت طيب. المدارس، وحياتك طيب، وكل الامهات الفتره دي قلقانه يعني حبتين عشان خاطر المتحور الجديد اللي بنسمع عنه، وقصه بقى المدارس وعيال الاطفال الكتير وكل شويه يرجعوا بدور برد مختلف، مش ومن كل الناس. بس كتير منهم. طيب يعني هو احنا بصراحه لازم يبقى عندنا ثقافة. الشتاء اللي فات لا، الولاد كانوا بيعيوا كتير طب قوي قوي يا بص رغم. لازم يبقى عندنا ثقافة، ثقافة إن أنا خايف من الميكروب اللي في الشارع اللي هيجيب لي العدوى دي. طيب الميكروب هيجي لك إزاي يا ابني؟ أنت بنتي أو ابني لازم يبقى عارفين طرق العدوى من عمر 4 سنين. طرق العدوى بتيجي منين؟ من الميكروب اللي بره ده، وأشوف أرسم له صورة ميكروب، أجيب له صورة ميكروب وهو ده يدخل جوه هيعمل لك المشاكل. يعني زي الترجيع، ما أعرفش الحاجات دي كلها. هيدخل لك إزاي؟ هينط عليك منين؟ مش هيدخل لي هنا، هيدخل لك من بوابه. ايه البوابه الكبيره اللي بتدخل الامراض جواك يا حبيبي او يا بنتي؟ مناخيرك. يبقى ما تقربش من حد عشان ما يعتص في وشك ويديك 40,000 قطيره ويدخل لك الميكروبات 200 نوع من الفيروس، يعمل لك نزله برد. عينك ابعد عني. بقك ساعات بقى انا بحط ايدي في بقي، يبقى اللي هيحط ايده في بقه هو ده اللي هيدخل ميكروبات. يبقى لا تحطش ايدك على انفك ولا وشك ولا عينك، واذا عايز تهرش اغسلها بالصابون او طهرها باي مطهر طبي. واحد، يبقى انا كده قفلت السكه على 200 مرض. 200 مرض. لو غسلت ايدي بالميه والصابون قبل ما اكل وقبل ما المس الفم منعت 250 مرض. عندك 450 مرض منعتهم بس بغسل الايدي والابتعاد والنظافه. حاجه بعد كده ان انا ما اكلش الاكل الغريب. ما اقولش الاكل الغريب، الاكل الغريب اللي انا مش متعود عليه. ما اروحش حد يديني سندوتش او اجرب ده ولا ده يعمل لي مشاكل، يبقى لازم ابعد عن الحاجات دي كلها. اكل الاكل بتاع بيتنا وانا اديله اكل من بيته وهو ماشي عشان يتغذى كويس وهكذا. يبقى التغذيه الجيده وان انا اعلمه طرق الوقايه من الامراض، واعرف الامراض بتيجي منين، واعرف ان في حشرات ممكن تبقى نتيجه تبوظ تبقى نتيجه عامل لي مشكله. ها؟ وممكن ساعات واحنا بناكل الطفل الصغير ياكل الاكل يقع مثلا على الترابيزه ويقوم ياخدها تاني وياكلها. دي برضو لا، دي غلط برضو، خلي بالك. وانا ساعات واحنا بناكل حد خبط على الباب، رحت فتحت الباب ورجعت غسلت ايدك. ساعات واحنا بناكل تليفون رن ورحت مسكت التليفون وجاي اكمل، اغسل ايدك. يبقى الحاجات دي مهمه جدا. واحنا بناكل وحد دخل وقمنا سلمنا عليه تعال نكمل الاكل، هو جاي من بره دخل معانا بياكل ما غسلش ايده، واحنا سلمنا عليه لا 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 اغسلوا ايديكوا تاني. ودايما بسال بالافراح، بيكون في فرح عندنا في مصر، شفت انت قبل كده عروسه يوم الفرح قبل ما تاكل اي حاجه راحت غسلت ايديها؟ لا ما شفتش. ليه؟ لا اصل هتسيب الناس وتروح تغسل ايديها وترجع. حد جاب لها كحول تعقم ايديها؟ لا ما حد فيش. جاب لها زي العرب البتاعه دي الابريق و طب ازاي؟ يبقى مش حاجه. انا ما اكون في مؤتمر، ما اكون في مؤتمر يستحيل اخلص المحاضره اروح اكل، بروح اخر الدنيا اغسل ايدي وارجع، اغسل ايدي وارجع. يبقى مهم قوي، ما ده مش انت عايز تخافي على ابنك وبنتك؟ يبقى علميهم. هنعلم اولادنا نحمي انفسنا ازاي. انت ما تدخلش ميكروب بايدك يا ابني، ما تروحش على باب المدرسه وجيب البتاع اللي بيحطوها دي اللي هي من الصين ويحطوها بتاع في ميه سخنه وناكلها والكلام الفارغ ده. لا، يبقى لو سمحتوا كله اكل صحي وطرق الوقايه سهله جدا. حضرتك بتقصد انواع المكرونات اللي جاهزه اللي الوقايه ليست عشان اقول اساميها بس اللي هي بتتحضر في دقيقه دي. الوقايه مش صعبه، الوقاية مش صعبة. لا معلش يا دكتور، طب بما ان فتحنا السيرة احنا مش هنقول الاسم بس كل الناس عارفينها وعليها جدل كبير قوي، والامهات دلوقتي بقت تخاف تدخلها البيت. برافو عليهم، هم بيبتدوا يخافوا. قصتها ايه؟ مش هي المكرونة اللي مش عايزين بتتسلق في دقيقة دي. مش عايزين، مش عايزين او بتستوي في دقيقة، مش عايزين. ده حتى دلوقتي بقوا يعني ممكن يجيبوها وهم ماشيين في الشارع بس ويحطوا عليها. ما دي ثقافة، انت مش ربيتي اولادك يعملوا كده ليه؟ ما دام احنا مربيين ولادنا مش هنخاف عليهم ولا من سيجارة ولا من مخدرات ولا من البتاعه دي. انا عايز اربي ابني وبنتي على الصح. طب هي يا دكتور مش مكرونه عاديه؟ لا مش مكرونه عاديه، الخوف والقلق منها معموله بطرق غير معلومه المصدر، واحنا مش ناقصين، احنا مش محتاجين دي عشان نجيبها من بره. ليه؟ ما كفايه اللي عندنا، ما احنا نجيب حاجتنا عندنا. يعني انت ابنك الصبح عايز يروح المدرسه بردي له بيضه ومعاه سندوتش وشويه جبنه وخلصنا. يعني مش صعبه بقى. بعد كده في المدارس بقى، في المدارس دايما في المدرسه لازم يبقى ابني معايا مطهر الطبي وامسح الترابيزه وامسح الايد بتاعت انا عايزه اقول لكم ان الدكتور اول ما قعد كان لابس الكمامه، ملتزم جدا يعني بالكمامه، وبعدين طلع الكحول ورش في ايديه وعقم ايديه وتمام جدا حتى على الترابيزه
عقمها. ف دكتور ملتزم يعني مش بيقول الكلام ده قدام الكاميرا. فكرتيني بالكحول لان في ناس كتير جدا ما بتعرفش تغسل ايديها كويس قوي، فانا عايز اقول لهم بس يعرفوا يغسلوا ايديهم ازاي. يعني مش بيقول الكلام ده قدام الكاميرا وبيعمل ورا الكاميرا حاجه ثانيه. انا دلوقتي حطيت الكحول على ايدي كانه ميه هغسل ايدي. هم كل الاطفال بيغسلوا ايديهم كده في المدرسه، احنا هنغسل ايدينا بالطريقه دي بس هغسل صابع صابع.